فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هجر من لا يؤثر فيه الهجر لكن قد يستفيد الأشخاص المخالطين له بهذا الهجر، وهذه الفائدة أيضا محتملة؟ ثم عرفتم أن المبتدع والمضلل في العقيدة هذا يهجر، هذا يهجر مطلقا حتى يتوب. وأما العاصي دون البدعة ودون العقيدة فهذا إن كان الهجر يردعه يهجر، وإن كان الهجر لا يردعه فإنه ينصح ويواصل معه النصح والإنكار إلى أن يتوب إلى الله عز وجل.